كنت عايزاني اعمل ايه يعني؟ يضربني واسكت له؟ لا يا فالحه، كنتش عايزاكي توصلي اساسا انه يمد ايده عليكي. يا سلام، وده ازاي بقى؟ اعملي زي امك. هو في راجل في الدنيا اصعب من ابوكي ده؟ بس عمره لا مد ايده عليا ولا غلط فيا بكلمه. ليه بقى؟ لان انا كنت عارفه امتى شد وامتى ارخي، امتى اسكت وامتى اتكلم، امتى افتح بقي وعلي صوتي، وامتى اعمل نفسي مش واخده بالي وهبله كده وطنش. ايه ماما، هو صحيح يعني اللي انت عملتيه ده خلى بابا عمره ما مد ايده عليكي ولا عمره غلط فيكي، بس برضه راح اتجوز سميحه وسابك. شوفي اختك وقله ادبها. طب وانا هعمل له ايه؟ ما هو ابوكي زي بقيه الرجاله، عينه زيغه مش بيملى عينه غير التراب. ايوه سلام، هو كده ليه بقى ما اتجوزش على سميحه لغايه دلوقتي؟ مين قالك؟ ما يمكن يا اختي متجوز الثالثه ومش قايل. وده بيدل على ايه؟ بيدل على انه عامل لها الف حساب مش زيك. اخرس خلاص. انت ايه عايزه تفرسيني يعني؟ خلاص بقى. قالوا دي اول بختي، قال الحقي، المفروض تطبطب عليا وتخاف عليا. اضحكي كده يا بنت ولا يهمك، انا عايزاكي تعملي زي اختك بالظبط. الرجاله دول صنف نمرود، اللي تعمل لهم قيمه يدوسوا عليها. عشان كده بقى انا بعمل ايه في ممدوح؟ سقياه المر ومخلياه يلف كده حوالين نفسه وبيتمنى لي الرضا ارضه. انت بقى جربتي طريقه امك وشفتي النتيجه، المره الجايه بقى ان شاء الله انت عارفه هتعملي ايه. هو لسه هيبقى في مره جايه؟ انا كفايه عليا قوي اللي شفته لحد دلوقتي. لا طبعا يا هبله، ده انت زي القمر والف من يتمناكي، في تانيه وتالته وعشره كمان. يا بت ده الرجاله دول اكتر من الهم على القلب. شفت بقى مشوار البنك ما خدش وقت زي ما قلت لك. هناكل ايه؟ اي حاجه على ذوقك، انا تمام. شيكا يا كليه، بص لنا عربيه الدكتوره. عمرك يا كليه، هو احنا هنا بركه للدكتوره؟ شاطر يا شيكا، زي اللي مشغلك بالظبط. تحت امرك. اخلع. خلعت. ايه يا باشمهندس، قلبت وشك ليه؟ مالك في ايه؟ ابويا عمري ما فهمته. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية بتبدأ من 149 جنيه و99 قرش.